أخبار اليوم. تيد منظمة أمريكية موجودة من منتصف الثمانينات، هما بيعملوا مؤتمرات. تيد ده ثلاث حروف: تكنولوجي، انترتينمنت، وديزاين. المؤتمرات دي ابتدت في الثمانينات، وابتدى يبقى فيه ناس بتنظمها بطريقة معينة، ان كل واحد بيتحدث عنده فكرة عايز ينشرها، بيتكلم من 3 دقايق ل 18 دقيقة، وقت محدد، ما بيقعدش يتكلم فترة طويلة. دايما هم اللوجو بتاعهم افكار تستحق الانتشار. فالفكرة انه احنا بننظم، بناخد ترخيص من تيد العالمية ان احنا ننظم مؤتمرات تيدكس. احنا التيدكس بتاعنا كايرو ويمن، لانه واخدين الترخيص من تيد ويمن. تيد ويمن بيبص اكتر على السيدات، فاحنا بندي اولوية ان يبقى عندنا سيدات بيغيروا حاجة في المجتمع، بيعملوا حاجة مختلفة، وعندهم فكرة تستحق الانتشار، يحبوا يتكلموا عنها. فده مهم جدا ان احنا نسلط الضوء على الناس دي. تعرف بحضرتك؟ ايوه، ابتسام محمد اباظه. النهارده في وابه اخبار اليوم. شكرا. بنتكلم النهارده عن مشاركه حضرتك في مؤتمر تيدكس للمراه، وعن تجربتك في الحياه. الحمد لله رب العالمين، تجربتي في الحياه طويله، والحمد لله يعني كنت جاء تعب في عينيا في حادثه كده، وفضلت اعمل عمليات، وقفت عن الدراسه لمده 3 سنين، كنت في اولى ثانوي، وبعدين ربنا اكرمني وذاكرت 3 سنين في سنه، وخدت الثانويه العامه الحمد لله. طبعا كان في مشاكل في حكايه الامتحانات دي، لان ما جابوليش حد يكتب لي اول سنه فسقطت طبعا، وتاني سنه برضو ما جابوليش حد، وتكلمت بوليس النجده فجم جابولي واحد ساقط اعداديه. طبعا عشان ساقط اعداديه لا يعرف انجليزي ولا يعرف فرنساوي اساسا، فكنت لازم اقول له كل كلمه بتتكتب ازاي، وحتى الرياضه كان فك يعني اقواس وحاجات، فكان لازم كنت بشوف شويه، فكنت بكتب له التباشيره على الديسك عشان ينقل لي الحاجه. والحمد لله رب العالمين جبت مجموع كويس، دخلت جامعه القاهره اداب قسم الدراسات الفلسفيه والنفسيه الحمد لله يعني، وخدت دبلوم عام صحه نفسيه ودبلوم خاص صحه نفسيه، والحمد لله عشت حياتي واتجوزت وجبت اولاد، والحمد لله رب العالمين الحمد لله. تعرف بحضرتك؟ ياسمين ابراهيم. مشاركه النهارده في مؤتمر تيدكس للمراه المصريه. انا النهارده كنت الاول حد اتكلم، يعني كان الافتتاح زي ما بيقولوا. كلميني عن تجربتك النهارده وعن مشاركتك في المهرجان. انا كنت يعني انا شاركت في الجزء الخاص باصحاب الفكره يعني، وكنت بتكلم عن الفكره بتاعتي اللي هي عملتها عن توثيق مشاركة الستات في مصر وفي الدول العربية عن طريق بوثق ده بالميديا، بديجيتال ميديا، وبستخدم الانترنت بشكل أساسي عشان ناس كتير تعرف حكايات عن تاريخ الستات في مصر والمنطقة، مش بس دلوقتي، قبل كده، ويعرفوا الستات اللي بتعمل شغل فعلا زي المخترعات، المهندسات، الستات الناجحة، عشان يبقوا مثل أعلى لستات تانية، وعشان ما نبقاش بس طول الوقت هي ست في البيت او كده، لا، نبقى بنقول ان في انها فعلا بتعمل حاجه وبتشارك، حتى لو احنا مش شايفين، او على الاقل حتى بنقول لها شكرا على المشاركه دي. نتعرف بيكي. انا اماني التونسي، رئيسه مجله ليديز فيرست واذاعه بنات وبس، وكاتبه. مين عن مشاركتك النهارده في المؤتمر؟ انا اختاروني في تيدكس كايرو ويمن علشان اتكلم عن تجربتي، وعشان اتكلم عن الشغل والجوائز اللي انا اخدتها في مجال العمل للمراه والرياده الاجتماعيه. احنا تجربتك اكتر. انا عملت اذاعه اسمها اذاعه بنات وبس من سنه 2008، اذاعه حصدت جوائز كتير قوي بره مصر، وليها 5 مليون متابع عليها، وعملت مجله اسمها ليديز فيرست. المجله دي مجانيه للستات بتعرفهم، هي اول مجله بالعاميه في مصر. انا بتكلم عن ازاي ان انا تحديت الصعوبات اللي قابلتها، وازاي عملت كل ده لوحدي من غير اي مساعدات خارجيه او تمويل. يعني تعرف حضرتك؟ انا اسمي نهى كاتو، وستاند اب كوميديان، بعمل ستاند اب كوميدي. كلميني عن مشاركتك النهارده في مؤتمر. ان شاء الله هقدم فقره فنيه اداء ساخر عن السلبيات اللي بنشوفها في المجتمع. تعرف بيكي؟
اسمي سندس شبايك وبشتغل مخرجة في مشروع بصي. كان النهاردة في مؤتمر؟ أو. أنا بشتغل في مشروع لتوثيق تجارب وقصص البنات والستات في المجتمع، وبشارك بقراءة لجزء من الشهادات اللي جمعناها في المشروع. أعرف بيكي؟ اسمي شيماء عادل، صحفية بجرائد الوطن. تبدو النهاردة عن تجربتك أو مشاركتك في مؤتمر تيدكس المرأة. أنا النهاردة مشاركة في مؤتمر بتوك، بتتكلم عن فكرة إزاي أنا أقدر يعني الحاجات اللي هي المشاكل اللي بتقابلني في حياتي إزاي أنا أقدر أستغلها تبقى وطوحها تبقى في مصلحتي أو تبقى شيء مهم في حياتي أو تساعدني لأن أنجح. يعني بدل ما أنا أقف في مشكلة مثلا وأقعد أقول لا الدنيا صعبة، الدنيا مش لطيفة ومش هقدر أن أنا أعمل حاجة أو أكتئب أو كده، لا أنا ممكن أن أنا أدور على الجانب الإيجابي في المشكلة بتاعتي وأقدر أن أنا أستغلها بشكل كويس. تعرف بيك؟ لؤي السرجاني، فاوندر فيتيولوجي، فيتيولوجي فيتنس كامباني. شارك النهاردة في مؤتمر تيدكس المرأة المصرية؟ ان شاء الله هكون من ضمن السبيكرز بإذن الله اللي موجودين النهاردة، الولد الوحيد يعني. وضح لنا تجربتك أكتر. دلوقتي أنا دارس في الفيتنس، فعامة في مشكلة مع البنات عامة أو الستات أو كده اللي عندهم مفهوم غلط في الرياضة. في ناس مش عاوزين يتمرنوا عشان هم عندهم مفهوم غلط اللي انا لو اتمرنت ممكن وزني يزيد، ممكن شكلي مش هيبقى حلو، بطلت رياضه جسمي ممكن يزيد بعد بطل رياضه. فاحنا هنوضح في السبيتش بتاعتي، هوضح بقى كل الكلام ده ان شاء الله. اعرف بيكي؟ انا ايمان عزت، دكتور مدرس في كليه التربيه النوعيه جامعه القاهره. خبريني عن تجربتك النهارده في المؤتمر. انا جايه النهارده في تيدكس اتكلم عن تجربتي مع حمله حمايه. حكايتي مع حمايه هي حكايتي مع الاطفال. بدأت من 7 سنين لما كنت في ملجأ وبتكلم مع البنات اللي هناك، وعرفت انه بنت منهم بتتعرض لإيذاء جنسي، وكنت بنزل من وقت التاني لأولاد البوابين نجيب لهم لبس وأكلة بمناسبة العيد، وعرفت انه في بنت أحد البوابين يعني بتنتهك جنسيا من أخوها بسبب ان كلهم بيناموا في أوضة واحدة بالليل. فمع كل دراستي للتربية وقراياتي وأبحاثي ما كانش عندي أي خلفية عن موضوع الإيذاء الجنسي أو أساعدهم إزاي، التحقت بدبلومه تبع جامعه في الدنمارك للمشوره للنجيب من اداء جنسي. تعلمت منها حاجات كتير قوي، ان الموضوع منتشر، وموضوع منتشر جدا بين الاطفال، موضوع منتشر بين الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. في سنه ثالثه في الدبلومه اكتشفت ان كل الحالات اللي احنا بنتابعهم سواء عندها 20 سنه 30 سنه 50 سنه، اما بنسالهم حصل لك الاعتداء امتى او حصل لك الاعتداء امتى، يقولوا لي واحنا 9 سنين 10 سنين 5 سنين. فقلت الله، طب ما هو ده بيحصل في وقت سن صغير، طب ما انا بدل ما اقعد اعالجهم واقدم لهم جلسات مشوره، وحالات الاعتداء الصعبه جدا ما بتتعالجش، انا اعمل لهم برنامج يعملهم توعيه لو اتحطوا في موقف فيه ايذاء يتصرفوا ازاي. طب اعمل لهم البرنامج ازاي ده وهم صغيرين؟ هقول لهم تحرش وجنس وايذاء؟ لا. فانا دراستي مزيكا، فعن طريق اللي انا بالف وبكتب الفت لهم كلمات والحان اغاني لكل موقف هم ممكن يتحطوا فيه، لو قابل حد غريب، لو مدرس بيديه درس خصوصي، لو مدرب في النادي، لو ناس في البيت، اي موقف ممكن الطفل يتعرض فيه الايذاء حطيته له على شكل اغنيه وسكتش ولوحه مرسومه، بحيث ان هو يفهم بكذا طريقه. الطفل عمره ابدا ما يشوف ينسى اغنيه سمعها، ولا يشوف ينسى شكل لوحه هو لونها او رسمها. الموضوع بدا يبقى مؤثر، الاطفال بداوا يتعلموا. بعد 6 شهور لما بدأت اكتشفت انه في بنت خدت التدريب معايا، كانت في حمام السباحة والمدرب ضايقها تحت المية، قامت وصرخت واتكلمت وفضحت المدرب، ومامتها وصلت لي بطريقة أو أخرى عن طريق الفيسبوك وقالت لي. أنا قلت لا، الموضوع جد، ده مؤثر يعني. ومن هنا أسست حملة حماية، وقلت مش هقدر أشتغل لوحدي، أطفال كتير قوي، مدارس بدأت تكلمني وحضانات، عملت فريق اسمه حماية، دلوقتي 15 متطوع بنروح أي مكان، كنيسة، ملجأ، جامع، حضانة، مدرسة، مؤسسة. ونقطة تحول تاني في حياتي لما حد دعاني ان اروح لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال اللي مش بيشوفوا، وعملت لهم برنامج تاني يعتمد على اللمس وعلى السمع عشان هم مش بيشوفوا. البرنامج كان ناجح جدا جدا، واشكر ربنا انه وفقني انه احمي الاطفال دي، بس حلمي اكبر ان انا اوصل لاكثر من 1,000,000 طفل في مصر والوطن العربي.